السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا عمي. هداية لاباس؟ لاباس بنتي بارك الله فيك. في دار الناس صحيحة عمي؟ الحمد لله بنتي بارك الله فيك. في دار الوليدات والخوت كل شيء بخير بنتي بارك الله فيك. الله يرحم الوالدة والوالد. الله إن شاء الله مقام فات يوم الجمعة إن شاء الله مقام الأنبياء إن شاء الله. اللهم آمين يا بنتي. يرفع درجتهم يا ربي العالمين فات الجمعة. حفظك الله. الله يطول لك العمر عمي والله يسهل عليك. الله يحفظ لك وليداتك. اللهم آمين يا بنتي. الله يحفظهم الله ينبتهم إن شاء الله نبتا حسنا يا ربي. نقول لك عمي حنا هادشي ديال الزنزة حتى حنا عندنا هنا في الرباط راه هز حتى هنا عندنا في الرباط. ديك الساعة بنتي كنتي ناعسة ولا كنتي مازال فايقة؟ باش شعرتي؟ أنا كنت عمي فايقة كنت نتكلم حيت كنت مع هذيك المجموعة ديال الزواد. إيه من المحمدية أنا كنت مع هذاك الكرب كنهضر معاهم هنايا وتهزت التليفون في يدي وكانت تهزت التليفون كنهضر واحد شوية حتى تهزت شي كيتهزز بيا وهذا ما عمي أنا ما كنشوفش مزيان والو حيت مكفوف ما كنشوفش. الله يشافيك بنتي. وشو هكا وقلت علي عفا كان بحيث بقى هذاك الزنزانة كيجي تعود فيها مرة كنمشي هكا مرة كنمشي هكا قلت شنو كاين في هذا الشيء وأنا نزيد دي وأنا ندير على الحيط. الحيط قلت لها هكا وأختي قالت لي أنا نوضي 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 قالت لك راه الزنزانة راه الزنزانة هذا ما يجيش تخرج قلت لها فين غنخرج أنا فين نخرج أنا عيني يوم راه في البيت نخرج قلت لها نوضي تخرجي وقالت دت لي يديا وياك ضبطني مع الدروج باش تخرجي على الزنقة. لا اله الا الله. وني خاص دات لي بيا فرصه ولا ما نبغيش نهبط عمي هاد ما وين حتى مرا فيها ما تنشوفش عمي مزيان والو. لا اله الا الله. وانا بغيت نتخطب ونتخطى درجه باش نزرق وانا نتخطى جوج درجات وضربت عليها ركبتي قلت لها شتي درتي وندير ساعه خليتيني في بلاصتي وانا نخرجي واحد شويه واحد الدقيقه الله يحميك الواد انا مردينا من بلاصتي كلامت نموطي في بلاصتي حسن صافي عمي ورجعتني وهي تقول لي قالت لي واش صافي صافي واش خديتي قرارك صافي غادي تبقى في بلاصه فعلا لا القرار تاع الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. قالت لك صافي قالت لك انا صافي حنا قالت لك خرجوا هما خواتي تي واد خرجوا هما قالت لك صافي قالت لك بالسلامة عليك بالسلامة عليك قالت لك صافي حنا قالت لك مشينا فعلا لا يسيروا هي تقول لي بالسلامة عليك قلت لها صافي بالسلامة تنتلاقاو في الجنة. لا اله الا الله. صافي عمي قلت بلاصتي لا مال ما يسيب الله واخوات عليا الدار انا بقات وحدي بقيت عمي ما يسيبنا الا ما كتبنا الله لنا عمي ونعم بالله اللي جات من عند ربي من حبابيها الحمد لله وكنترحم عمي على هاد الاموات اللي ماتوا يا ربي الله يرحمهم والله يجعلهم ان شاء الله شهداء عند ربي يا كريم واللي مساكن في المستشفى نتمناو ليهم الشفاء يا رب عند سيد ربي الحبيب وهاد المحسنين اللي كيتبرعوا الله يسهل عليهم الله يجعل سيد ربي يتقبلنا في ميزان الحسنات وسيدنا الله ينصرو والله الله يطول لي العمر والله يعطي عمي ما يتمنى والله يوضع عليها هادشي كلشي ان شاء الله في ميزان الحسنات. امين الله يرحم لك الوالدين عمي معانا عمي مريضه نفسانيا وما عندي عمي لا دواء لا والو والله عمي راه بحال هكا حد مريضه عمي نفسانيا ما كنقد عمي نمشي بحال هكا الطوار تدخل فيها حد عمي ما نقدرش نتخلاها عمي والو والله عمي لا الماء ما كنشربوش انايا. الله يشافيك بنتي. الله يشافيك بنتي خديجه. دابا انت عاون تواصل معك بنتي غير خليك مع المجموعه ديال جواد ديال المكفوفين خلي ديري فيديو ديالك في القناه ديالهم شجره امل للمكفوفين وان شاء الله تعالى ربي غادي يسخر لك الامور غيسخر لك الامور ان شاء الله وممكن ندبر واحد اللقاء لهذا العلاج النفسي راه بسيط جدا واحد العدد ديال الناس اللي هما يتعرضوا لواحد الهزه نفسيه وخصهم واحد المواكبه خصوصا ضحايا الزلزال وكنقول بان الطب النفسي في بلادنا خاصو مازال يتطور وخاصو يكثر لكن ممكن نقول واحد المساله بسيطه باش تاخذ التوازن النفسي دائما هو ان تكثر من كلمه لا اله الا الله وانت كتقولها الجهاز النفسي ديالك يستقيم ويتقوى ويتمدد وكيوقع ما يسمى بلا كونيكسيون كيوقع الاتصال بينك وبين العظمه الالهيه ملي كتقول لا اله الا الله اش كيوقع ديك الساعه؟ ديك الساعه النفسيه ديالك كتصعد الى بارئها وتستمد منه الانوار وملي كتكرر هذه الكلمه لا اله الا الله مرارا وتكرارا اش كيوقع؟
كيوقع لك واحد المدد المدد المدد، حتى بقى تقولها، قال لك العلماء بقى تقولها حتى تشعر بان قلبك انت كتسكت باللسان وقلبك يرددها، لدرجه ان كاين واحد الطريقه من الطرق المعروفه هي صوفيه كتسمى النقشبنديه، معروفه فلسفتها ان ان انك تعلم المريدين ديالها يقولوا هذه الكلمه لا اله صمتا، كيقولوها صمتا حتى تنقش تنقش في القلب، سموها النقشبنديه. هذا كلام فيها ما لها ما لها ما لها وعليها ما عليها، لكن الشاهد عندنا اننا نكثر من كلمه لا اله الا الله، قولها في كل وقت وحين، عمر الامراض النفسيه ما تضر بك، ما يجيك لا خوف ولا هلع ولا ندم على الماضي ولا خوف من المستقبل ولا هواجس ابدا، كلمه لا اله الا الله علاج. كتزيد عليها واحد الايه قرانيه ترددها، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. كيعطيك الله تعالى خمسة ديال النعم، الله لطيف، كيعطيك اللطف، الألطاف الإلهية كتدور بك وانت غادي في الطريق، الألطاف الإلهية، وانت نائم في الفراش ديالك الألطاف الإلهية، وانت طالع في الدروج الألطاف الإلهية، وانت وسط الخطر زلزال ولا بركان ولا حوادث الألطاف الإلهية. الله لطيف بعباده، بعباده كيعطيك الله العبودية، كتشعر بالعبودية لله، كتشعر بأنك عبد صادق لله. يرزق من يشاء، الرزق عمر الرزق ما يخطاك، الرزق هو كيقلب عليك، لأن الرزق نوعين، رزق تأتي إليه ورزق يأتي إليك، والناس كيفكروا غير بالرزق الذي يأتون إليه غادي كيقلب عليه وكينساو بأنك واحد رزق ثاني وضعه الله تعالى، الرزاق ذو القوة المتين، رزقك يبحث عليك. هذه الآية اللي قريتيها، الرزق ديالك هو كيقلب عليك. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، كيعطيك الله القوة وكيعطيك الله العزة. القوة يعني ما كاش حاجة غتخوفك أو تجعزك أو تضعفك، والعزة ما كاش شي واحد كيحقر عليك ولا يقدر يسيء إلى كرامتك، كيعطيك الله المحبة والمودة. هذه الآية هذه فيها أسرار ربانية، إلى ردد الإنسان ما يمرض مرض نفسي، ما يوقع له به خوف، غادي يشعر بأنه في أنس مع الله تعالى، لأن الفلسفة ديال الوجود كلها تتلخص في كون أن الله يتجلى. كاين اللي كيبان ليه النور الإلهي، وكاين اللي مازال عنده الحجب، كاين اللي مازال عنده الأستار بينه وبين النور الإلهي. النور الإلهي باش يكشف الله عن الأستار، الإنسان علمنا الله قال لنا أسجد واقترب، أسجد واقترب، أنك كتكثر من السجود وكتقترب من الله تعالى، وسوف ترى العجب، العجب العجاب، الخيرات والبركات والعظمة، بل الجنة. يقال ومن دونهما جنتان، قالوا العلماء الله تعالى عنده جنتين، جنة في السماء تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها، كل يوم كتقول يا ربي أقم الساعة أقم الساعة إني اشتقت لزواري، وجنة أخرى فوق الأرض. هذه الجنة الثانية فوق الأرض فين كاينة؟ كاينة في نيويورك، كاينة في بروكسل، كاينة في لاس فيغاس، كاينة في نيودلهي، كاين في لندن، فين كاينة هذه الجنة الثانية؟ كيقلبوا عليها الناس، جميع الأديان كيقلبوا عليها، اليهود والنصارى والهندوس والبوذيين والمسلمين كيقلبوا عليها الجنة فوق الأرض، فين كاينة؟ إنها توجد في قلب كل مؤمن، في قلب كل مؤمن هناك جنة، ما تحاول تقلب عليها في القصور وتقلب عليها في المنتجعات السياحية وتقلب عليها في مواطن الثراء، قلب عليها في صدرك، في قلبك هناك جنة أعدها الله تعالى. وقال العلماء لا يدخل الجنة التي في السماء إلا بعد أن تدخل إلى الجنة التي في صدرك، خصك تدخل هي الأولى. وكما قال الله تعالى إخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، قالها لسيدنا موسى، ما معنى إخلعنا عليك؟ يعني تواضع لله، خليك دائما متواضع لله، منكسر بين يدي مولاك، إخلعنا عليك، حيد عليك الكبرياء، حيد عليك الخيلاء، قل أنا عبد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي وقع عليه الإسراء والمعراج، جاء عنده جبريل قال ربك أراد أن يجعلك إما ملكا نبيا أو عبدا نبيا، ما تختار يا محمد؟ فقال أريد أن أكون عبدا نبيا، أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر، فنزل قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا.
فهذه إشارات خفيفة باش إن شاء الله تعالى نحفظوا واحد التماسك النفسي. أكيد أن هاد الهزات الأرضية وهاد الأحداث المؤلمة خلات بعض الناس كيشعروا بواحد الخوف والهلع، ولكن الشيء كله رأى علاجه بالإيمان، علاجه بالذكر، علاجه بالعبادة، علاجه بمخالطة الصالحين. أسأل الله تعالى أن يشافي الجميع ببركة النبي الشفيع، اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.